إنجاز رياضي في محفل دولي حصلته بطلة من الفريق الكويتي. تداول المغردون خبر حصول الكويتية نجلاء الجريوي على المركز الأول في بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، وبسعادة عارمة هنأ المغردون الجريوي على هذا الإنجاز، دعينا الله لها بالمزيد من التقدم والنجاح. وحول الموضوع قام فريق التواصل الاجتماعي في قطاع الأخبار والبرامج السياسية بإجراء مكالمة هاتفية مع بطلة الكويت نجلاء الجريوي، والتي أفادت بالتالي: السلام عليكم، معاكم اللاعبة نجلاء الجريوي. البداية أشكر الشعب الكويتي على تشجيعهم ودعمهم لي بعد فوزي في بطولة أبوظبي العالمية للترياثلون. كانت منافسة بين 72 لاعبة من مختلف دول العالم، والحمد لله حققت المركز الأول، وأهدي فوزي إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وإلى الشعب الكويتي جميعاً.